هذه الطرمبة الجديدة، طرمبة الموية، راح أركبها الحين. طبعا يابانية تجاري، ما هي أصلي، لكنها كويسة تخدم سنة سنتين ثلاث سنين ما عندك مشكلة. راح نفك ذا الحين. طريقة الفك بسيطة جدا، تفك لي هذا، تبعد عنك، تفك المسامير حقت الجرب، هنا مسمارين وهنا مسمارين، تبعد هناك شوي. بعد كذا تفك المسامير حقت المروحة من جوا، من هنا إذا انفك الجرم هناك، دخل يدك من هنا تفك المسامير حقت المروحة، تطلع المروحة لبرا. إذا طلعت المروحة لبرا تفك المسامير هذه حقت الطرمبة، هذا حق الدينامو برضه ينفك، السير ينفك، مسامير طرمبة دير مدار كاملة، هذه من هنا تنفك ومن هنا تنفك، ينفك اللي هذا تطلع الطرمبة. طبعا في مسمار برضه هنا في الماسورة حقت الطرمبة، هذه ينفك يتركب على الطرمبة الثانية. بعد كذا تحط لها غرق ووجه وتطبق، شغلتها بسيطة يعني. طيب هذا كذا الحين فكينا كذا مفكوك خلاص، فكيت نظفت المكان حقه. الحين نبدأ نركب الحين هذا الجديد، نركب الوش حقه، هذا الوش نحط له مسحة غارة بسيطة، نركب الوش بعدين نعطي له غارة بعدين نطبق. ركبت الطرمبة، هذه الطرمبة الجديدة الآن ما شاء الله تبارك الله. بدأت النظافة في البصرة، الله يرحمك يا صدق، الله يرحمك. باقي بس صدق ها هاتر ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الله عدم تعال احسن. نعم عشان هنا
ما شاء الله تبارك الله. الان كذا ما شاء الله تبارك الله صافي صفاوة. الصلاة على النبي اذكر الله قلوا ما شاء الله. الماكينة كذا غلقتها كاملة من احسن ما يكون. تشغيلة من اول نقرة ما شاء الله. امورها تمام كله. تلاقي بلاتين بواجي اسلاك بواجي. طبعا الماكينة ما شاء الله تبارك الله صافية. ماكينة هادية. شوف الحرارة. حرارة طبيعية. ما شاء الله تبارك الله. ما يحتاج نهائي. طيب كذا الماكينة غلقتها ان شاء الله باذن الله. راح ادخل على العضلات الادرعة المقصات الدنيا هذه راح اشيك عليها من تحت ان شاء الله.